من قناة مصر التعليمية أحييكم أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، وموعدنا الأسبوع المتجدد وبرنامج مدرسة أونلاين. النهاردة بإذن الله هنستعرض أولى حلقات منهج التاريخ. طبعا التاريخ السنة دي يا أولاد بيتكلم عن التاريخ الإسلامي. هنتناول في الترم الأول إن شاء الله أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، هنتناول مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته، أيضا هنتناول البعثة النبوية ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وبدء الرسالة السماوية رسالة الإسلام. بعد كده هنتناول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب اللي هي المدينة المنورة والمدينة النبوية، وكيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة. بعد ذلك هنتناول الدفاع عن هذه الدولة الإسلامية من خلال سلسلة من الغزوات والسرايا قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هنتناول في الوحدة الأخيرة الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وده نهاية منهج الترم الأول في التاريخ. النهاردة إن شاء الله رب العالمين هنستعرض معاكم أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. سامع حد بيسألني إحنا ليه هناخد أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ لأن هذا المكان شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد من مدينة مكة المكرمة خرجت الرسالة السماوية، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أول سؤال عندنا، هل كان العالم في حاجة إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان العالم في حاجة إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يا أولاد العالم انتشر فيه الظلم والفساد بين جميع الأجناس وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى ليرشد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، أيضا يا أولاد يقضي على الفساد والظلم الذي عم في العالم. طيب هنشوف السؤال ده مع بعضين على الشاشة دلوقتي، بما تفسر كان العالم في حاجة إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا ليرشد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، ينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة بعد أن عم الظلم والفساد بين جميع الأجناس في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. طبعا يا أولاد كانت هناك مجموعة من القوى أو الدول التي كانت توجد في العالم القديم قبل ظهور الإسلام، وجدت العديد من القوى أو من الدول قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل الإسلام. عايزين مع بعضنا نتعرف على أهم هذه الدول أو القوى التي كانت توجد في العالم القديم. عندنا أولا يا أولاد دولة الروم. دولة الروم أهي يا أولاد، أدي دولة الروم. دولة الروم اعتنقت الديانة المسيحية، اعترفت دولة الروم بالدين المسيحي، كانت ديانتها المسيحية، وكانت تحتل من بلاد العرب الشام ومصر. كانت دولة الروم تحتل من بلاد العرب، ادي الشام هي يا اولاد ودي مصر. يبقى اول دولة كانت توجد في العالم قديما هي دولة الروم. دولة الروم اعترفت بالديانة المسيحية، احتلت دولة الروم من بلاد العرب الشام واحتلت مصر. عندنا أيضا يا أولاد دولة الفرس. دولة الفرس كانت دولة وثنية، كان الفرس يعبدون العديد من الديانات الوثنية أو وأشهر طبعا هذه العبادات عبادة النار. كان الفرس يدينون بالديانات الوثنية. طب يا ترى دولة الفرس دي احتلت مين من بلاد العرب؟ احتلت العراق، هذه العراق يا أولاد، واليمن. يبقى عندنا يا أولاد دولة الروم احتلت الشام ومصر، ودولة الفرس احتلت العراق واليمن من بلاد العرب. يبقى دولة الفرس ودولة الروم دول كانوا أقوى دولتين في العالم القديم، دولة الفرس ودولة الروم. دولة الروم تدين بالمسيحية، تحتل الشام ومصر. دولة الفرس تدين بالديانات الوثنية وتحتل العراق واليمن. أيضا يا أولاد كانت الهند. الهند تعددت فيها الديانات الوثنية، كانوا يعبدون ويقدسون البقر والزواحف. الهند تعددت فيها الديانات الوثنية حيث كانوا يعبدون ويقدسون البقر والزواحف. أما شبه الجزيرة العربية يا أولاد، السهم بيشير إلى شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية دي يا أولاد قامت بها حضارات، قامت في شبه الجزيرة العربية حضارات.
يا جماعة شبه الجزيرة العربية دي هي اللي تهمني في الموضوع النهاردة. ليه؟ لأن في شبه الجزيرة العربية توجد مدينة مكة، مكة المكرمة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ظهر الإسلام وانتشر في كافة أنحاء العالم. شبه الجزيرة العربية يا أولاد قامت فيها ممالك. عندنا في الشمال مملكتين، مملكة الغساسنة في الشام ومملكة الحيرة في العراق. يبقى في الشمال وجدت الممالك. أنا سامع حد بيقول لي إيه هي الممالك دي؟ هقول تاني، مملكة الغساسنة في الشام ومملكة الحيرة في العراق. في جنوب شبه الجزيرة العربية أيضا يا أولاد قامت العديد من الممالك، أهم هذه الممالك معين وسبأ وحمير. يبقى عندنا في شبه الجزيرة العربية في الشمال مملكة الغساسنة ومملكة الحيرة، في الجنوب مملكة معين وسبأ وحمير. تمام، يبقى كده في ممالك في شمال وجنوب الجزيرة العربية. طب هل هذه الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية قامت فيها حضارات؟ طبعا قامت فيها حضارات مثل حضارة عاد وثمود، قامت فيها حضارات مثل عاد وثمود، حضارة قوم عاد وثمود يا أولاد وجدت في شبه الجزيرة العربية. أيضا وجدت في شبه الجزيرة العربية في الغرب العديد من المدن مثل مدينة مكة ومدينة يثرب والطائف. في غرب شبه الجزيرة العربية وجدت المدن، أهم هذه المدن مدينة مكة ومدينة يثرب والطائف. يبقى كده تعرفنا على العالم القديم، شفنا أهم الدول التي كانت توجد في العالم القديم. هنرجع الخريطة مرة تانية بسرعة، دولة الفرس، دولة الروم والهند وشبه الجزيرة العربية. قلنا بسرعة كده، دولة الروم اعتنقت الديانة المسيحية، احتلت الشام ومصر. دولة الفرس كانت تدين بالديانات الوثنية واحتلت العراق واليمن من بلاد العرب. أما الهند فتعددت فيها الديانات الوثنية ومثل ايه البقر، عبادة البقر والزواحف. شبه الجزيرة العربية يا أولاد قامت فيها العديد من الحضارات مثل حضارة عاد وثمود، قامت فيها الممالك في الشمال مثل مملكة الغساسنة والحيرة، ممالك في الجنوب مثل مملكة معين وسبأ وحمير. أيضا في الغرب وجدت المدن في شبه الجزيرة العربية مثل مدينة مكة ويثرب والطائف. طيب عايزين نتعرف مع بعضينا كده يا أولاد على أحوال العرب قبل الإسلام. أحوال العرب قبل الإسلام، هنشوف العرب أحوالهم السياسية إيه يا جماعة، أحوالهم الدينية. يبقى هناخد في البداية الحياة الدينية عند العرب، هناخد الحياة السياسية أيضا يا أولاد، الحياة الاقتصادية والحياة الثقافية، وأخيرا الحياة الاجتماعية. هنتناول أحوال العرب قبل الإسلام. ليه هنشوف أحوال العرب قبل الإسلام؟ إحنا هنا في برنامج مدرسة أونلاين عاوزين نفهم يا جماعة، بنعتمد على الفهم مش الحفظ، هدفنا هو الفهم. هندرس أحوال العرب قبل الإسلام علشان نشوف التغيير اللي حدث للعرب بعد ظهور الإسلام. العرب بعد ظهور الإسلام يا أولاد هيكونوا أمة قوية جدا، وهتوصل الحضارة الإسلامية إلى طبعا درجة كبيرة جدا من التفوق، لدرجة أن الحضارة الإسلامية كانت هي الأساس لحضارة أوروبا الحديثة. هناخد دلوقتي يا أولاد الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام. طبعا يا أولاد بيتبادر إلى الذهن أول سؤال بيتبادر، هل العرب عرفوا عبادة الأصنام قبل التوحيد أم عرفوا التوحيد؟ طبعا يا أولاد العرب عرفوا التوحيد في البداية قبل عبادة الأصنام، عرف العرب التوحيد قبل عبادة الأصنام. طب إزاي يا مستر العرب عرفوا التوحيد أو ليه عرفوا التوحيد؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى العرب أنبياء، أرسل إليهم سيدنا هود عليه السلام، سيدنا صالح عليه السلام، سيدنا شعيب عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا إسماعيل عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى العرب، يبقى إذن العرب عرفوا التوحيد قبل عبادة الأصنام. لو جالك سؤال ضع صح أو خطأ، أو اكتب كلمة صح أو كلمة خطأ، عرف العرب التوحيد قبل الأصنام، طبعا العبارة صحيحة. ليه عرفوا التوحيد في البداية؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى العرب أنبياء مثل سيدنا هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. العرب بعد ذلك يا أولاد بعد ما عرفوا التوحيد أن هناك إله واحد كانوا بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، انحرفوا عن هذه الديانة، ديانة التوحيد، وبدأوا يعبدوا الأصنام. كانت كل قبيلة يا أولاد لها صنم، كل قبيلة اتخذت صنم تعبده. بعض العرب ظلوا على الديانة الحنيفية. واحد يسألني ايه الديانة الحنيفية دي يا مستر؟ هقول لك الديانة الحنيفية هي ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أو عبادة الله على دين سيدنا إبراهيم.
أيضا أجزاء من شبه الجزيرة العربية أجزاء قليلة بقيت على الديانة المسيحية والديانة اليهودية. يبقى لو حد سألني كده وقال لي إيه الديانات اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، هقول له العرب في البداية عرفوا التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الأنبياء، ثم عبادة الأصنام، كان لكل قبيلة يا أولاد صنم تعبده، تمام؟ أيضا طبعا ما كانش في صنم واحد، ممكن القبيلة يبقى ليها أكتر من صنم تعبده، كل قبيلة اتخذت صنم تعبده أو مجموعة من الأصنام. بقي القليل من العرب، جماعة قليلين من العرب بقوا على الديانة الحنيفية، ودول سميناهم يا أولاد الحنفاء، وهم أتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام. أو الحنفاء أو الديانة الحنيفية هي عبادة الله سبحانه وتعالى على دين سيدنا إبراهيم. بعد كده يا أولاد بعض الأجزاء القليلة من شبه الجزيرة العربية بقيت على الديانة المسيحية والديانة اليهودية. دي بالنسبة للحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام. طيب هنتناول الحياة السياسية. واحد يسألني يقول لي يا مستر هل العرب قبل الإسلام حكمهم ملك؟ كان يحكم العرب ملك أو سلطان أو إمبراطور؟ في قلب الجزيرة العربية يا أولاد كان النظام القبلي هو النظام السائد. يبقى في قلب الجزيرة العربية كان النظام السائد هو النظام القبلي. هتقول يا مستر يعني النظام القبلي؟ النظام القبلي هو نظام القبيلة، هو نظام القبيلة. كانت شبه الجزيرة العربية أو قلب شبه الجزيرة العربية عبارة عن قبائل متفرقة، كل قبيلة لها شيخ يحكمها، لها قانون يحدد واجبات وحقوق كل فرد من أفراد القبيلة. أشهر قبيلة كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية هي قبيلة قريش التي كانت تسكن في مكة. يبقى إذن يا أولاد كان النظام الذي يسود في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هو النظام القبلي. طب تعالوا كده ناخد السؤال ده، بما تفسر كان النظام القبلي هو النظام السائد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، نظام القبيلة. طبعا يا أولاد لأن شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة، لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل قبيلة شيخ يحكمها، لها قانون، كل قبيلة يا أولاد لها قانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد من أفراد القبيلة. هنا سامع حد بيسألني يقول لي يا مستر يعني كلمة قبيلة؟ القبيلة يا أولاد هي مجموعة من الأفراد، مجموعة من الأفراد تربطهم روابط ايه؟ الدم والنسب والعصبية. يبقى لو حد قال لك يعني القبيلة هتقول له ايه؟ مجموعة من الأفراد ينتمون إلى أصل واحد، تمام؟ وتربطهم روابط الدم والنسب والعصبية. طب لو حد سألني سؤال تاني وقال لي ايه أشهر القبائل التي كانت توجد في مكة؟ هقول له أشهر القبائل في شبه الجزيرة العربية وفي مكة هي قبيلة قريش. قبيلة قريش طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ينتمي لهذه القبيلة. ده بالنسبة للحياة السياسية. يبقى لو حد سألني ايه هو النظام السياسي الذي كان سائدا في قلب شبه الجزيرة العربية هقول له النظام القبلي. طب واحد دلوقتي بيقول لي يا مستر مش انت قلت في ممالك؟ ممالك يا أولاد الجزيرة العربية او شبه الجزيرة العربية، في شمال الجزيرة العربية كانت هناك مملكة الغساسنة في الشام والحيرة في العراق، وفي جنوب الجزيرة العربية مملكة معين وسبأ وحمير. اما قلب الجزيرة العربية كان عبارة عن مجموعة من القبائل المتفرقة، هذه القبائل يا أولاد طبعا كانت هذه القبائل في حروب دائمة على مواطن الماء والكلأ او العشب. طبعا اشهر هذه القبائل هي قبيلة قريش. هناخد دلوقتي الحياة الاقتصادية. واحد يسألني هيقول لي يا مستر يعني الحياة الاقتصادية؟ يعني ايه النشاط الاقتصادي اللي كان العرب بيعملوا فيه؟ بص يا أولاد العرب اشتغلوا بالزراعة، اشتغلوا بالصناعة، اشتغلوا بالرعي والتجارة، ولكن بنسب مختلفة. واحد يقول لي يعني ايه يا مستر بنسب مختلفة؟ بص يا أولاد الرعي كان منتشر في البادية او الصحراء، يبقى الرعي ده كان موجود في البادية او الصحراء. طب الرعي ده كان حرفة منتشرة؟ كان من الحرف المنتشرة والسائدة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. ايه تاني؟ الصناعة، العرب عرفوا بعض الصناعات يا أولاد، زي ايه؟ صناعة السيوف والرماح، يبقى عرف العرب بعض الصناعات مثل صناعة السيوف والرماح. الزراعة بقى أخبارها ايه؟ لا هنقف هنا ونقول ايه يا أولاد؟ لا الزراعة دي كانت قليلة. سمع واحد بيسألني ليه الزراعة كانت قليلة يا مستر؟ هقول له بمنتهى البساطة بسبب ندرة الأمطار. هجاوب عليك وأقول لك الزراعة كانت قليلة بسبب ندرة الأمطار. الأمطار في شبه الجزيرة العربية يا أولاد أمطار قليلة نادرة، وبالتالي الزراعة بتعتمد على الأمطار. قلت الزراعة بسبب ندرة الأمطار.
طب النشاط الرابع هو ايه؟ التجارة. ده من اهم الانشطة الاقتصادية ايضا التي كان يعمل بها سكان شبه الجزيرة العربية او العرب قبل الاسلام. تعالوا مع بعضنا نرجع للشكل مرة تانية، تمام؟ حرفة الرعي كانت من الحرف السائدة يا اولاد. حرفة الزراعة كانت قليلة ومحدودة بسبب قلة المياه. الصناعة عرف العرب بعض الصناعات مثل صناعة السيوف والرماح. اما التجارة بقى، مكة يا اولاد اشتهرت بالتجارة. أكثر مدن الجزيرة العربية شهرة في التجارة وخاصة قبيلة قريش. قبيلة قريش وأهل مكة اشتهروا بالتجارة. طب ليه يا مستر؟ اشمعنى قبيلة قريش واشمعنى أهل مكة دول اشتهروا بالتجارة؟ لأن مكة يا أولاد كانت تنظم رحلات تجارية. كانت مكة تنظم رحلات تجارية. إيه أهم الرحلات دي؟ رحلة الشتاء والصيف. كان أهل مكة أكثر سكان شبه الجزيرة العربية شهرة من الناحية التجارية. ليه؟ لأن أهل مكة نظموا رحلتين للتجارة. الرحلتين دول يا أولاد ورد ذكرهما في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. إذن هاتان الرحلتان ورد ذكرهما في القرآن الكريم. أنا سامع واحد بيقول لي طب يا مستر رحلة الصيف دي بتروح فين؟ بتروح الشام. طب رحلة الشتاء بتروح فين؟ بتروح اليمن. يبقى إذن يا أولاد عاوزين نشوف دلوقتي يا أولاد بعض الصور اللي بتوضح لنا الأنشطة الاقتصادية. أدي حرفة الرعي وكانت تسود في البادية. واحد يقول لي يعني البادية يا مستر؟ أقول له يعني الصحراء. الصناعة يا أولاد، هذه الصناعات أو أهم الصناعات التي وجدت صناعة السيوف وصناعة الرماح. هنا سؤال أنا قلت لكم دلوقتي بما تفسر كانت الزراعة قليلة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام أو في شبه الجزيرة العربية بصفة عامة لندرة الأمطار. كانت الزراعة قليلة في شبه الجزيرة العربية لندرة الأمطار. ما النتائج التي ترتبت على تنظيم أهل مكة رحلتي الشتاء والصيف؟ النتائج اللي ترتبت على أن أهل مكة نظموا رحلتين للتجارة، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. طبعا يا أولاد ترتب على ذلك أصبح أهل مكة أكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية. كان لمكة مكانة تجارية بسبب تنظيمها الرحلات التجارية وبصفة خاصة رحلتي الشتاء والصيف. آدي صورة يا أولاد بتوضح لنا رحلة الشتاء والصيف. الحياة الثقافية. الحياة الثقافية عند العرب قبل الإسلام. يا أولاد عاوز أقول لكم إن العرب دول اشتهروا بالشعر والخطابة. العرب يا أولاد اشتهروا بالشعر والخطابة. هتقول لي طب يا مستر كان عندهم مكتبات بيقعدوا فيها؟ كان عندهم أماكن يعملوا فيها ندوات تثقيفية في الشعر والخطابة؟ يا أولاد الأسواق، الأسواق عند العرب كانت هي المجال أو الميدان للشعر والخطابة. يعني إيه يا مستر؟ يعني الأسواق دي إحنا بنبيع فيها ونشتري، مفيش مشكلة عادي، يعني الأسواق للتجارة. ولكن أسواق العرب كانت للتجارة وفي نفس الوقت أيضا التنافس الأدبي في الشعر والخطابة. يعني هنروح الأسواق دي، لو إحنا رحنا الأسواق دي زي سوق عكاظ وسوق ذي المجاز، هنلاقي إن الأسواق دي بيتاجروا فيها، بيبيعوا ويشتروا، وفي نفس الوقت يوجد جزء من السوق، هذا الجزء مخصص للشعراء والأدباء والخطباء. الأدباء والخطباء بيقعدوا في ركن من السوق يا أولاد ويتنافسوا في مجال الشعر والخطابة. الشعراء يتوافدون من كل القبائل، كل شاعر ألف قصيدة، كل خطيب ألف نص، يعرضوا على الأدباء اللي موجودين في السوق، تمام؟ القبائل كانت بتتنافس في هذا المجال. يبقى إذن يا أولاد لو جالنا سؤال بما تفسر لم تكن أسواق العرب مجالا للتجارة فقط، يعني أسواق العرب زي سوق عكاظ وزي مجاز ما كانتش للتجارة، لأنها كانت ميدانا للتنافس بين الشعراء والخطباء. أنا سامع واحد يقول لي يا مستر طب إيه مين أشهر الشعراء؟ أشهر الشعراء يا أولاد شاعر يسمى النابغة الزبياني. النابغة الزبياني أشهر شعراء العرب. طيب قلنا من أمثلة أسواق العرب سوق عكاظ وزي المجاز. من أمثلة أسواق العرب سوق عكاظ وزي المجاز. وهذه الأسواق لم تكن فقط للتجارة وإنما كانت للتبادل الأدبي والتنافس في مجال الشعر والخطابة. آدي يا أولاد أهو
صورة بتوضح لنا الشعراء والخطباء وهم يتبادلون الشعر ويتنافسون في مجال الأدب. دي صورة توضيحية يا أولاد بتوضح لنا ركن من أركان هذه الأسواق. شايفين مجموعة من الأدباء والشعراء والخطباء يجلسون ويتناقشون ويتنافسون في الشعر والخطابة. الحياة الاجتماعية في الواقع يا أولاد، العرب انقسموا إلى فئتين، انقسم العرب إلى جزئين، البدو والحضر. سمع واحد يقول لي هو في فرق بين البدو والحضر؟ طبعا البدو هم سكان الصحراء أو البادية، حتى كلمة البدو جاية من كلمة البادية. أما الحضر فهم سكان المدن. ترجع تقول لي يا مستر هو كان في مدن؟ آه طبعا، ما احنا لسه قايلين في بداية الحلقة كان في مدن زي مكة ويثرب. يبقى إذن يا أولاد الحضر هم سكان المدن والبدو هم سكان البادية أو الصحراء. تعالوا كده نشوف الشكل ده. آدي يا أولاد المجتمع الإسلامي كان عبارة عن بدو وحضر. المجتمع العربي الإسلامي أو قبل الإسلام عفوا، المجتمع العربي قبل الإسلام كان ينقسم إلى البدو، البدو هم سكان الصحراء أو البادية. أيضا يا أولاد الحضر، الحضر وهم سكان المدن. طيب دلوقتي سريعا كده أدي صورة يا أولاد بتوضح البدو. هل العرب كان لديهم عادات حميدة؟ هنعمل مقارنة دلوقتي سريعة بين العادات الحميدة والعادات السيئة عند العرب قبل الإسلام. العرب كان عندهم عادات حميدة، هنبدأ طبعا بالحاجات الحلوة الأول، الشجاعة، الكرم، الوفاء بالعهد، العفو عند المقدرة، حماية الجار، الصبر، تلك هي العادات الحميدة. طب كان عند العرب عادات سيئة؟ أيوة للأسف كان عندهم عادة من أسوأ العادات وهي وأد البنات. سمع واحد بيسألني يقول لي طب يا مستر وأد البنات يعني إيه؟ دفن البنات أحياء. واحد يقول لي إزاي يا مستر يعني هيدفنوا كل البنات؟ لا بص يا أولاد، بعض القبائل العربية الجاهلية المتعصبة وبعض العائلات المتعصبة تمام كانوا يدفنون بناتهم أحياء، وليس كل العرب، بدليل أن هناك سيدات في المجتمع العربي بلغن منزلة عظيمة مثل السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة خديجة كان لها مكانة كبيرة في مكة وبين أهل قريش، كانت السيدة خديجة صاحبة مال وتجارة ولها مكانة عظيمة بين أهل مكة. طيب يبقى عندهم عادة وأد البنات، عادة سيئة، شرب الخمر، لعب الميسر والأخذ بالسأر، تلك هي العادات السيئة عند العرب قبل الإسلام. طيب هتقول لي يا مستر مكانة المرأة، المرأة يا أولاد قبل الإسلام احتلت مكانة عظيمة، وزي ما قلت لكم مثال على ذلك السيدة خديجة رضي الله عنها. دلوقتي يا أولاد انتهينا احنا من الدرس الأول اللي هو الدرس التمهيدي. طيب يا ريت نفتح كلنا كتاب التدريبات، كتاب التدريبات نفتحه يا أولاد علشان نشوف التدريبات الوردة عن الدرس ده. طيب هناخد بس سؤال واحد بس، صفحة 21، اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ. احتلت دولة الروم بلاد اليمن والعرب، دولة الروم احتلت بلاد اليمن والعراق عفوا. طبعا الإجابة هنا يا أولاد، طبعا سمع ناس كتير جاوبت معايا، الإجابة هنا خطأ، لأن دولة الفرس هي التي احتلت اليمن والعراق. انتشرت الديانة المسيحية بدولة الفرس؟ طبعا يا أولاد الإجابة هنا خطأ. ليه؟ لأن الديانة المسيحية انتشرت بدولة الروم. دخلت عبادة الأصنام شبه الجزيرة العربية قبل دين سيدنا إبراهيم. احنا قلنا العرب عرفوا التوحيد الأول وبعد كده عرفوا عبادة الأصنام، يبقى الإجابة خطأ لأن عرفوا التوحيد قبل عبادة الأصنام. كانت حرفة الزراعة هي الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية؟ طبعا الإجابة خطأ. احنا قلنا ان الزراعة لم تنتشر بسبب قلة او ندرة الامطار. انقسم المجتمع العربي قديما الى بدو وحضر، الإجابة صحيحة. طبعا يا اولاد باقي التدريبات ان شاء الله هنعملها واجب وهتنزلوها على الجروب بتاعنا مدرسة على الهواء ابتدائي واعدادي، وبإذن الله رب العالمين هنشوف كل الواجبات، وطبعا الناس اللي حل الواجبات بطريقة نموذجية هنقول اسمها إن شاء الله في الحلقات بتاعتنا بإذن الله.
إن شاء الله يا أولاد في انتظاركم الأسبوع القادم من برنامج مدرسة أونلاين. تابعونا يا أولاد، هتستفيدوا كتير جدا جدا. بس عاوزين ننبه إن أي واحد فيكم، أي طالب فيكم بيتفرج عليا دلوقتي، قبل الحلقة يجهز كتاب المدرسة جنبي يا أولاد، ويجهز ورقة وقلم علشان يكتب الأسئلة، وعلشان لو في وقت في الحلقة نحل التدريبات. كنت معكم من قناة مصر التعليمية، تحياتي لكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.